السلام عليكم. قنديلي عبد الكبير مدور للحسن دار بعد مول البرقي 50 سنة 52. انا عندي 3 وليدات وعندي الوريقات عندي كل شيء والوقت غلبتني ما كذبش عليه. من طلب من الله تعالى درت طلب لكريمه شي 30 سنه ما داروا معايا والو حتى خرجي البحث السري وما داروا معايا والو. ودابا ما نرضاش كنطلب شي زنقه ولا شي حاجه ولا بغيت نطلب من شي شهريه ولا شي حاجه باش نعيش انا ووليداتي. وبغيتكم تشوفوا الحاله ديالي كي دايره. ولا عطا الله والو. واش غنقول لك الناس تعاونت معنا والناس عيات من جيت الكسول من جيت كلشي ما هذه 3 وليدات جوج بنيات ووليد ومعايا المراه تكرفست عيات. كتخدم هي المراه؟ والمراه صافي مابقاش دابا عروبيه. عطا الله والو. مناش كتصرفوا مناش كتصيروا؟ واش غادي نقول لك الناس تعاونت معنا وين الناس عيات عندنا حنا كنحشموا ما بقيناش قادين اللي غلبونا وجهنا. دابا هذه 52 وواحد من الناس صابره معنا وصافي. دابا عطوني مفتاح ما قديتش عندي 4 الفتحات ولا 5 وانا ما قريت طب سير في حالتك اللي درت شي حاجه غتكرفس. دابا انت عندك 16 عام اشنو وقع لك حتى وليتي بحال هكا؟ بداني بالركبه شويه تدور لي المراه والظهر والحاله راه كتشوفها يعني كنتي عادي كتمشى عادي. ولدت 14 عام تقريبا وحتى 15 16 بديت كنتشد. ودابا اش نقول لك الحاله شي مرض ولد لك هذه الحاله؟ جاني بحال الروماتيز شدي المراه وركابي والظهر وكلشي. بقيتي غادي وكتعواج بحال هكا؟ بقيت كنعواج ما كنتيش قدرتي توقف؟ والو كنحس بي عام العام كنتزاد. ونطلب منكم انتم كتشوف الحاله ديالي. بالنسبه للاطباء مشيتي عند اطباء؟ مخليت الدار بيضا مخليت الرباط مخليت اي بلاصه. كاين شي امل انك ترجع كيف كنتي؟ والو قال لي طب سير بحال هاتك سير بحال هاتك. قلت له صافي غادير شي حاجه ما تسلسل الدار صافي مشي. بهذه الحاله انت بيان سور ما تقدرش لا تخدم لا حتى حاجه. لا والو الحمد لله. شنو النداء ديالك؟ ونطلب من الله تعالى يدير لي فيها الخير. انا الواحد ما عايشه غلبتني ما نكذبش عليك والناس كان الناس كانوا معاونين معايا وانا ما بقيت الناس كيعيا كيعطيك اليوم غدا 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 شحال بغا يعطيك. بغيت انا ضربت لا كريمه ما جاتش تخرج لي البحث السري 30 سنه عام 2000 تقدر تشدها ما خليت ما درت طحت نط والو. نطلب من الله تعالى اللي يدير لي فيها الخير ولا عطا الله والو.